صحيا دائما ارتفعت حصيلة التكوين في قطاع الصحة بتزويد طبعا أكثر من 12 ألف مساعد تمريض خلال سنة 2016، وكذا 2008% شبه طبي، ومن بين الخريجين لسنة 2016 تم تخصيص 20% منهم لتغطية الطلبات بالولايات الجنوبية. صبرنا أبو عبد العدد بالتالي. مؤسسات استشفائيات تكفل بها لا بروغريسيون دو لا كارير دان باراميديكال. أزيد من 12500 شبه طبي للصحة العمومية، مساعد طبي للصحة العمومية، مساعد تمريض للصحة العمومية، تم تنصيبهم على مستوى جميع مؤسسات الصحة. عرفنا تخرج 2000 أزيد من 2800 شبه طبي للصحة العمومية حاصلين على شهادة البكالوريا، تكونوا في معاهد عليا، تخرجوا وتم تنصيبهم أيضا على مستوى جميع المؤسسات الصحية، إعطاء الأولوية واهتمام خاص لولاية الجنوب، فاحنا خصصنا لها حصة مهمة، قمنا بإعطائها زيادة ب 20%.